المشاركة القادمة ستكون من برنامج حياتك اثنين، المتسابق أحمد آل سالم. أوكي أحمد آل سالم يجي على المسرح دلوقتي. بس السامح المتسابق أحمد آل سالم يقترب من المسرح دلوقتي، مشهور بلازمة هي يا أخوي أو يا صاحبي. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيه ده؟ فيهم إيه اللجنة دي عليك؟ لكن بقى ضاغط عليها بالغلط. ده سيف. سيف. سيف نيم. عايز أعرف نفسي يا سامح. تفضل يا أستاذ أحمد. انت سعودي ولا مصري؟ ده انا مواليد اسكندريه. مالك خايف في ايه؟ وساكن. خايف ليه؟ ده انا بردان. بردان؟ لو تدينا فرصه. انا مواليد اسكندريه وساكن في حاره ريشه، وانا في من اصل جبل بركوك. تعرف ايه في اسكندريه؟ ايه؟ تعرف ايه في اسكندريه؟ يعني سامح. انا مش من اسكندريه. انا مش من اسكندريه. من فين يا سامح؟ يعني جحدتني يا سامح الحين ولا ايه؟ تعرف ايه في اسكندريه؟ لو ايه؟ تعرف ايه في اسكندريه؟ اعرف سامح. لا انا مش من اسكندريه. ليه يا سامح؟ انا من مصر. طيب عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ عايز ايه طيب؟ لو 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 تحكي لنا. طيب تحكي لنا عن موهبتك واسمك. وقف المسرح كويس. اتفضل. خد نفس كده. خد نفس وما تخاف وما تتوتر. اجيب لك ميه يا احمد. خلاص اتفضل. اتفضل. احمد انت قاعد توترنا الله يخليك. احنا برنامج مواهب. معك الفنان الكبير احمد آل سالم الشهري. ونعم اخوي احمد. معلش تزعل مني. عايز اسمعك حاجه. لا تسمعني ان شاء الله يرحم والديك. هذا مسرح، انت رايح زواج بقاع الجنب عندهم عرس. يا احمد دخلت يعني لا لا دقيقه سيف. دخلت عريس وبطيء وحبل الكلادر الله يكرمك يعني رايحة فيها عشان خصك اعطيك. لا تشخص الله قبل هوبتك بسرعة خلص علينا يلا. يا حبيب الدنيا حلوة وخلنا نعيش. وقف 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 يا حبيب رح وطرح تزعلش يا صاحبي. وقف 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 مش بلاش. نمونيه. نمونيه؟ نمونيه. ما فيش حاجة جديدة يا سامح. هتوحشني. ده أنا كل يوم نمونيه نمونيه نمونيه. هتوحشني. برا يلا برا. للأسف.